What has drawn my attention is few words that are used depending on how you use them in both languages, Arabic and English. For example, you say كلمة مشبع مثلا مشبع بالمعرفة أو مشبع بفهمه لمثلا المجال السياسي أو المجال التجاري وهكذا. Imbibed, I like the word imbibed. Imbibed كلمة إنجليزية ومعناها مشبع يعني متشرب للثقافة الأخرى متشرب لها imbibed. كلمة جميلة. والكلمة الأخرى هي كلمة تتلمذ باللغة العربية يعني تتلمذ على يد فلان مثلا أي تعلم أو تدرب. فبالإنجليزي نترجمها لتتلمذ يعني he has been trained على يد فلان or he was a pupil. ونستخدم كلمة pupil على أساس أنه هي كتلميذ عند مدربه. The other point, I mean, I have five words: مشبع, imbibed, وتتلمذ, وكلمة استخدام كلمة you عندما مثلا يقولون خاصة إذا بدنا نعمل تقاعد معاش تقاعد يقول إذا فارقت الحياة في سن 60 يعني يأخذ ورثتك مثلا معاش كذا أو أنت تأخذ معاش كذا عندما تتقاعد وإذا فارقت الحياة فإن ورثتك يأخذ من بعدك معاشك وهكذا. الآن المشكلة في كلمة you يعني إذا فارقت الحياة إحنا ما بنترجمها في العربي يعني الليفلت أو المنشور بيقول إذا فارقت الحياة ما حلوة الواحد يقول أنت إذا فارقت الحياة إذا متت بسنة كذا يعني ما بتتناقش هكذا باللغة العربية. ففي فرق اختلاف في الكلتشر لذلك تقول إذا فارق الفرد الحياة في سن كذا فإن عائلته تأخذ كذا. إذا فارق الفرد يعني نضع كلمة الفرد بدل كلمة يو على أساس أنه لا يعني لا نستخدم كلمة يو في منشور عن 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 معاشات التقاعد مثلا. فهذه هي غريبة أن نضعها في العربي لكن بالإنجليزي بيحطوها يو على أساس أنه تقريب أو بيحاولوا يكونوا يعني بيحاولوا يتوددوا للشخص القارئ فبيقولوا يو أنت يستخدموا كلمة أنت لكن لا تستخدم باللغة العربية خاصة في مسألة الموت وترتيب مثلا تقاعدات معاشات التقاعد. إذا نستخدم كلمة فرد وحتى كلمة personal allowance يعني عندما تكسب المعاش أو المرتب فهناك personal allowance يعني مستحق أو مخصص للفرد أو نفقة للفرد لا تخضع للضريبة فاسمها personal allowance. طبعا إذا كتبناها استحقاق شخصي راح تبقى يعني غير مناسبة أو غير صحيحة هي استحقاق الفرد يعني استحقاق الفرد حسب دخله. فإذا الآن imbibed مشبع تتلمذ trained وإذا فارقت الحياة قبل سن كذا فإن ورثتك لا نستخدم اليو نستخدم الفرد فإذا فارق الفرد الحياة فإن ورثته يعني كذا وكذا. And the personal allowance يعني personal allowance يعني المبلغ الذي تستلمه شهريا دون أن يقتطعوا منه الضريبة أي ضريبة على أساس أنه هذا مستحقك استحقاقات شخصية أو استحقاقات الفرد التي لا يدفع عنها ضريبة اسمها personal allowance. فما بنقول نحن بالpersonal allowance نفقة شخصية لكن allowance لها معنى نفقة يعني مثلا child allowance النفقة على الأولاد أو استحقاق الأولاد هكذا وهكذا. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي بخصوص literary translation يعني بلاحظ أنه بيحطوا quotation بالإنجليزي
وبعده بيقول جاري سيد بالأخير. طبعا وقت من ترجمها ما بنحطها بهالشكل بالعربي، لازم نحطها بالأول يقول جاري وبعدين بنحط نقطتين ونحط الكوتيشن المكتوب. لكن بالإنجليزي بيحطوا العكس، بيحطوا الكوتيشن بالأول وبعدين بيحطوا ال 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 إنه جاري سيد. نحن ما بنستخدم هذا الأسلوب، هذا الأسلوب غير صحيح ولا يجب أن يستخدم. وأنا رأيت عدد من المترجمين في الترجمة الأدبية يضعون الكوتيشن بالأول، الاستشهاد بالأول مع الكوتيشن ماركس، يعني إشارة الاستشهاد، علامات الاستشهاد، ومن ثم بحطوا يقول جاري. لا، نحن نقول إذا بدنا نحط بهذه الطريقة نقول حسب على لساني، على هذا ما ورد على لساني مثلا جاري، ممكن نقول هذا في اللغة العربية، لكن ما باللغة العربية، لكن ما بنقول، ما بنحطه في الأخير بنقول يقول جاري، نحط يقول جاري في البداية. But I hope that you've learned something from today's few points here that I've raised. Now, have a nice day.